الإطار التنسيقي يستخدم عصاه السحرية لعرقلة جلسة اختيار الرئيس ويطرح مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي، والصدر يرد لن نعود للتوافقية. مع اقتراب التوقيتات الدستورية من خط النهاية، حل البرلمان خيار يعود للواجهة، ودولة القانون ينفي إمكانية اللجوء إليها. القوات الأمنية تعزز من الإجراءات الأمنية على الحدود السورية العراقية وتستكمل إنشاء الجدار الكونكريتية. بالتزامن مع تطور مباحثات موسكو وكييف، الدفاع الروسي تخفض عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وواشنطن تعلن دعمها للمباحثات. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل. أهلا بكم. للمرة الثانية في 4 أيام استطاع الثلث المعطل أن يثبت قدرته على الحؤول دون تحقيق النصاب القانوني اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية. الإخفاق في تحقيق النصاب حدا برئاسة البرلمان التوجه نحو عقد جلسة نيابية اعتيادية بنصاب لم يعتد 176 نائبا قبل أن ترفع إلى إشعار آخر. صور ومقاطع فيديوية سجلتها عدسة الرابعة وثقت خلو المركز الصحفي للبرلمان من النواب بسبب قلة الحضور ومحاولة التجمع لتحقيق النصاب القانوني الذي يكفل شرعية انتخاب الرئيس. وأفاد مراسل الرابعة بأن حضور النواب في الجلسة كان أقل بكثير من جلسة السبت، حيث لم يتجاوز عدد النواب المتواجدين داخل القاعة التشريعية 176 نائبا. وعلى خلفية غياب النصاب القانوني لتحقيق الشرط الدستوري الكفيل بتمرير منصب رئيس الجمهورية، نشر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تغريدة نارية هجم من خلالها القوى السياسية المقاطعة للجلسة. الصدر في تغريدة قال إنه لن يلجأ إلى التوافق مرة أخرى، وإن حالة الانسداد السياسي لا أهون بنظره من التوافقية والمحاصصة حسب تعبيره، مضيفا إنه لن يتقاسم الكعكة مع أي طرف سياسي آخر. زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من جانبه أعلن مبادرة لإيجاد حل لحالة الاختناق السياسية. وقال المالكي أن الإطار التنسيقي والمتحالفين معه أكدوا قوة ما يسمى بالثلث الضامن الذي ثبت اليوم بمنع عقد جلسة يعدها الإطار خطيرة، مبينا أن ورقته أعدت بعدما تأكد أن التحالف الثلاثي لم يتقدم بمبادرة إيجاد حلول واقعية تضمن العملية السياسية من الانهيار، مشيرا إلى أن الحوار سيبدأ بين القوى المتحالفة لإنضاج المبادرة والإطلاق بها إلى باقي القوى والمكونات السياسية. هذا ودعا زعيم التحالف الفتح هادي العامري تحالف إنقاذ وطن إلى حوار لحل المشاكل العالقة والتي تسببت بعرقلة تشكيل الحكومة العراقية وتسمية رئيس الجمهورية. وقال العامري أن قلوب الإطار مفتوحة للتواصل إلى حل للخروج من الانسداد السياسي، لافتا إلى أنه يعتقد أن طريق كسر الإرادات واستبعاد الأطراف الأخرى لن يؤدي
لاستقرار العراق. صار العملية السياسية وليس الثلث المعطل. بيننا وبين الله أن نحتفظ أن الطريق اللي نعطين به الأخوة من كسر إرادات واستبعاد الأطراف الأخرى ليس حلا للعراق ولا يؤدي إلى استقرار العراق. ونحن قلوبنا مفتوحة وأيادينا ممدودة للجميع للتوصل إلى حل لمشكلة العراق والخروج من هذا المزق الانسداد السياسي والوصول إلى حل يرضي الشعب العراقي قبل أن يرضينا جميعا. مخرجات الجلسة اليوم ستكون طيب. وأعتقد اليوم فرصة مناسبة لكل الأخوة والسياسية وخصوصا التحالف الثلاثي، نؤكد له قلوبنا مفتوحة وأيدينا ممدودة للجميع للتفاهم على إيجاد حل للمشكلة الحالية ومعالجة الانسداد السياسي. نؤكد أنه ليس من مصلحتنا بقاء العراق في هذا الوضع. طيب، مغادرة السيد المالك مبكرة، هل تعتبر مبكرة أم هي ضمان لعدم عقد جلسة اليوم؟ لم نطلق أي مبادرة لحد الآن، وإنما أكدنا أن هناك سوف تكون مبادرة مدروسة. سوف تكون مبادرة مدروسة. نصاب صعب على المجلس التشريعي أن يحققه في ظل حركة المقاطعة الواسعة التي تواجه الأروقة النيابية بتزامن هذا الإخفاق مع جري عقارب الساعة نحو انتهاء مهلة 30 يوما الدستورية، ما يولد ضاغطا كبيرا يصعب من مهمة القوى السياسية. مصطفى علوش والتفاصيل. تنجح المقاطعة للمرة الثانية على التوالي في إفشال جلسة مجلس النواب والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية، فلا نصاب قانوني لعتبة الثلثين كما عول عليها التحالف الثلاثي وما بين الطرفين تهدد التوقيتات الدستورية العملية السياسية بالانهيار، الأمر الذي قد يدفع البحث عن مخارج قانونية لهذه الأزمة بحسب نواب. بالتأكيد اليوم مجلس النواب تعقد الجلسة الثانية، ولكن مع الأسف لم يتم تحقيق النصاب الكامل الدستوري والقانوني لاختيار رئيس الجمهورية. بالتأكيد ما بقى إلا أسبوع أو 10 أيام لانتهاء المدة القانونية، سوف هناك أعتقد سوف يتم اختيار أو مخرج قانوني لهذه الأزمة، وإلا بلد تذهب إلى جهة مجهولة. فشل يضع الكتل السياسية أمام فرصة أخيرة في 6 نيسان المقبل لانتخاب رئيس الجمهورية بحسب قرار المحكمة الاتحادية، إذ تبين القوى المنضوية في التحالف الثلاثي إمكانية الانفتاح على القوى الأخرى للخروج من الأزمة السياسية. سيناريو القادم لابد نتفق وننتخب رئيس الجمهورية ونشكل الحكومة، هذا هو السيناريو القادم، ونحن نقول نتفاوض ونحاول مع الكتل السياسية بغية تشكيل حكومة أغلبية وطنية. الركود الذي أصاب العملية السياسية جراء نزاع القوى يولد ضغطا دستوريا كلما مالت ساعة الاستحقاقات صوب 6 نيسان المقبل. وبعد أن رفع مجلس النواب جلسته إلى أجل غير معلومة، ترهن قوى النيابية حلول الأزمة السياسية باللجوء إلى طاولة الحوارات. من داخل الدائرة الإعلامية في مجلس النواب، مصطفى علوش، الرابعة. أما الآن ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع، ينضم معنا عبر سكايب الخبير القانوني الأستاذ فيصل ريكال. أهلا بك أستاذ فيصل. أهلا وسهلا. شكرا حضرتك. بداية أستاذ فيصل، في حال استمر الإخفاق في جلسات اختيار الرئيس، برأيك ما الموقف القانوني؟ تفضل. طبعا هو أمام مجلس النواب مدة شهر لانتخاب رئيس الجمهور، كان هنالك شهر في بداية عندما عقاد الجلسة الأولى وانتخاب رئيس مجلس النواب، تم فتح باب الترشيح لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية، وبالتالي انقضى الشهر ولم يتم الوصول أو لم يكتمل النصاب للأسف الشديد. وطبعا بالتأكيد المحكمة الاتحادية ألزمت مجلس النواب أن يكون النصاب 2/3 أعضاء مجلس النواب، وبالتالي العقدة هي ليست العقدة في انتخاب الرئيس، العقدة في عقد جلسة مجلس النواب، لأن بعقد جلسة مجلس النواب وباكتمال 2/3
ممكن اذا لم يحصل احد المرشحين على الثلثين هنالك جوله ثانيه للانتخاب بين من حصل على اصوات اعلى والذي يليه، وبالتالي من يحصل على عدد الاكبر من الاصوات دون الالتزام في الثلثين او ولذا اي عدد ممكن ان يحصل عليه، لكن يجب ان يكون هو الاكثر عددا وبالتالي يمرر. اذا المشكله في انعقاد الجلسه، الجلسه تحتاج الى ثلثي اعضاء مجلس النواب ونحن بحاجه الى 220 نائب. اعتقد ان هذه هي المعضله التي يجب ان يتخطاها مجلس النواب. نعم. لذلك عليهم ان يذهبوا الى الاتفاق بالتاكيد، يعني الى محاوله الجلوس، وامامنا فتره لغايه يوم 6/4 لكي لا نقفز على التوقيتات الدستوريه. نعم. طيب سيد فيصل، يعني بالفعل هنالك امكانيه لحل البرلمان وما حددته القانونيه برايك؟ انا تقديري انه يجب ان يكون هنالك توافق بين كل الاطراف. طيب. بدون هذا الاتفاق لا يمكن الوصول الى حل يرضي، اولا يرضي العراقيين بالتاكيد قبل مجلس النواب، لانه انعقادهم هو انعقاد للخدمات التي ينتظرها الشعب العراقي، وبالتالي هنالك استحقاقات اخرى. نحن بحاجه الى ان يمرر رئيس الجمهوريه من اجل تمرير مرشح الكتله الاكثر عددا ولرئاسه مجلس الوزراء، ثم يعرض كابينته خلال اولا يكلف خلال 15 يوم، بعد ذلك هنالك شهر لتقديم كابينته امام مجلس النواب من اجل نيل الثقه، وبالتالي هذه استحقاقات مهمه جدا. يعني نحن بحاجه الى حكومه كامله الصلاحيات، بدون اذا ما عبرنا، يعني اذا ما انتهت المده القانونيه الدستوريه ودون الوصول الى حل، دون الوصول الى توافق من اجل عقد هذه الجلسه، فبالتالي سنذهب الى الفراغ بالتاكيد يعني. وهذا اعتقد انه ليس خيارا سهلا ان يذهبون الى حل مجلس النواب، ليس سهلا بالتاكيد يعني، ممكن ان يعرض البلد الى ازمات. حل مجلس النواب يعني معناه اجراء انتخابات جديده، معناه وقوف على نتائج انتخابات، واحنا شفنا انه نتائج الانتخابات وما حصل اثناء الانتخابات وبعد الانتخابات والطعون التي قدمت امام المحكمه الاتحاديه. اعتقد ان الحل الامثل يكمن في ان يجتمع الجميع على طاوله واحده من اجل الوصول الى مشتركات والى نتائج مقبوله من الجميع من اجل تمرير هذا الرئيس. طيب سيد فيصل، عمليه تشكيل اللجان في ظل الظروف الحاليه ومع غياب القوى السياسية الأخرى، هل برأيك ستشكل عائق قانوني؟ نعم، هذا الحقيقة قد يفاقم من حجم الأزمة. نعم. يعني اليوم هنالك دعوات من أجل أن توجد هنالك معارضة حقيقية داخل مجلس النواب، بالتأكيد هنالك كتلتين الآن عندنا. نعم. أو تحالفين، أحدهما سوف يشكل الحكومة والآخر قد يذهب إلى المعارضة، لكن المعارضه بدون لجان نقابيه عفوا برلمانيه، هذه المعارضه غير فاعله. المعارضه تحتاج الى ان تكون جزء من هذه اللجان، لانه اللجان هي مهمتها رقابه الاداء الحكومي والاداء مؤسسات الحكومه، بالتالي تكون يجب ان تكون جزء من المعارضه. لذلك اعتقد ان تشكيل اللجان بعيدا عن الاطار التنسيقي او من لم يحضر جلسه مجلس النواب قد تكون مشكلة أخرى وقد تؤزم الوضع أكثر. نعم، الخبير القانوني فيصل ريكان، شكرا لحضرتك.
أهلا بكم من جديد. أكد الأمن العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الخزعلي تمسك الإطار التنسيقي بالحوار مع بقية القوى السياسية. الخزعلي في تصريح خاص للرابعة قال إن الإطار لا يبحث عن التوافقية بقدر ما يريد أن يحصل على اتفاق يضمن مشاركة الجميع في الحكومة المقبلة أو تحقيق رؤيتهم فيها على أقل تقدير. احنا من ناحيتنا المهم ان نبين لكل ابناء شعبنا انه نحن لسنا سبب الانسداد، نحن من البدايه الى الان منفتحون مع الجميع. كنا نريد خلال الايام اللي مضت ان نبين انه هذا الثلث بما يمثل من اغلبيه سياسيه شيعيه واغلبيه جماهيريه شيعيه لا يمكن وليس من الصحيح تجاوزه. نعتقد انه الافاق التي يمكن ان تفتح بعد جلسه اليوم افاق كبيره ممكن أن تغير الاصطفافات والتشدد اللي موجود بالشكل الذي يسمح لتفاهمات جديدة تكون سبب لتشكيل حكومة، وأن نتعاون جميعا ونلغي قناعاتنا وتشدداتنا الخاصة باتجاه تقديم مصلحة البلد. خيار آخر غير التوافق؟ أنا حكيت مساء بين التوافق والاتفاق. زين، إذا كان المقصود بالتوافق أنه الكل يريد أن يشارك في الحكومة، ليس كلنا نريد أن نشارك في الحكومة، هناك عدد ليس قليل داخل الإطار التنسيقي لا يريد أن يشارك في الحكومة، لا يريد أن يشارك ولكن يريد أن يتفق على شكل الحكومة. شددت النائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي على إن البلد لن يبنى بكسر الإرادة. الفتلاوي في تدونة مقتضبة على تويتر كتبت أن البلد لن يبنى بكسر الإرادة، جاء ذلك بعد أن فشل البرلمان بتحقيق نصاب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الثانية على التوالي. بالتزامن مع الإخفاق الثالث على التوالي في عقد جلسة مخصصة لاختيار رئيس جديد للبلاد، يثبت الإطار التنسيقي أن ثلثه المعطل استطاع تغيير قواعد اللعبة وميزان القوى على مستوى المشهد السياسي المأزوم، فيما يعود بعد عرقلة الجلسة إلى طرح مبادرة يعتقد إنها ستنهي حالة الاختناق السياسي. أحمد ليث والتفاصيل. انتهت جلسة. ترفع الجلسة. انتهت جلسة اختيار رئيس الجمهورية وانتصر فيها ما يسمى بالثلث الضامن، وهو الإطار التنسيقي وحلفاؤه من الحركات الصغيرة والمستقلين. كسر نصاب جلسة تمرير الرئيس هو الخيار المقابل لمبادرة التوافق التي دعا إليها الإطار في حال تمسك التحالف الثلاثي برفضها. نحن نتحاور ولم نتوقف ولم نعلن فيتو على حوار أو على نقاش أو على جهة معينة، بالعكس نحن منفتحون على الجميع، كل من يريد يتفاهم ويانا أهلا وسهلا ومرحبا. هذا خيارنا الوحيد، أن الكتلة الشيعية الأكبر تأتلف وتأخذ استحقاقها النيابي الحقيقي. المخرجات الرسمية ونافذة الحل للتقاطعات السياسية التي طرحها الثبات الوطني في اجتماعه هي دعوة إنقاذ الوطن ورفاقه إلى ساحة الحوار لتحقيق التوافقية والذهاب باتجاه الشراكة في تشكيل الحكومة القادمة بعيدا عن الانفراد بالقرار. هناك دعوة من الإطار التنسيقي إلى الحوار، واقعا يجب أن تفضي هذه الانسدادات السياسية وعدم انعقاد الجلسة للمرة الثانية وفشلها على أنه يجب أن تكون هناك جلسات للحوار، لا بد أن يكون هناك حل. أنا لا أعتقد أنه تصل الأمور إلى مرحلة الانغلاق بالدرجة تامة، قد يكون هناك طرف من أطراف التحالف الثلاثي يريد أو يرغب في الحوار، وبالتالي ما يبقى البلد معطل هكذا. بداية المباحثات الجدية سيكون انطلاقها من نقطة إصرار جمود الثلث المعطل في إفشال نصاب جلسات اختيار رئيس العراق، واللغة التي طرحها الإطار التنسيقي جاءت لتفتيت أزمة الخلاف السياسي والترحيب من عدمه بخطاب التوافق متروكا لبدائل الخيارات التي رميت على طاولة التحالف الثلاثي. أما الآن ولتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع معنا في استوديو أخبار الرابعة عن دولة القانون فيصل النائلي. أهلا بك سيادة النائب. شكرا جزيلا، حياكم الله. مساء الخير عليكم. مساء النور.
كادر قناتكم وعلى شكرا لك مشاهدي قناة الرابعة. شكرا لك، ممنونين. بداية سيادة النائب، الثلث المعطل أو كما تفضلون أن تسموه الثلث الضامن. إذا قلت الثلث المعطل راح ربما أترك نقول الثلث كما تريد سيادة النائب، لا نريد أن نكون معطلين لمصالح الشعب وتشكيل الحكومة إن شاء الله. طيب، استطاع للمرة الثانية على التوالي بأن يفقد الجلسة اختيار الرئيس نصابها. طيب سيادة النائب، إلى متى تستمرون على هذا الحال؟ شكرا جزيلا. يعني أكيد يؤسفنا أن اليوم أيضا لم تعقد الجلسة لانتخاب رئيس الجمهورية. نعم. ونحن ليس سببا مثل ما ذكر قادة الإطار في تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية أو الحكومة. طيب. منذ الوهلة الأولى كان الإطار وما زال يدعو إلى حكومة توافقية تشمل جميع المكونات أو كل الكتل السياسية والمستقلين لغرض إيجاد يعني تفاهمات وتوافقات في تشكيل هذه الحكومة، وتتجه هذه الحكومة باتجاه برنامجها الذي ستعده، وبالتالي تباشر بما عليها من واجبات تجاه الشعب. نعم. يعني من الجلسة السابقة يوم السبت كانت واضحة المعالم بأنه لن تعقد. نعم. وجلسة اليوم أيضا يعني كانت واضحة، وأكيد المفهوم منذ الجلسة الأولى جلسة السبت أنه تذهب كل الكتل السياسية للتوافق وللحوار وإنهاء هذه الأزمة السياسية التي اليوم يدفع ثمنها بالدرجة الأساس المواطن. نعم. طيب سيادة النائب، على الحديث عن إنهاء الأزمة السياسية، سيد المالكي أعلن عن إعداد مبادرة لإنهاء هذه الأزمة الراهنة. نعم. هل لك أن تطلعنا عن تفاصيل هذه المبادرة؟ المبادرة يعني الآن لا نستطيع الحديث عنها برغم من لدينا يعني معلومات عنها، كون المبادرة ستطرح على الأخوة الشركاء في المتحالفين. نعم. مع الإطار التنسيقي، وبعد ذلك ما يتفقوا عليه يكون هناك حوار مع الأخوة في التحالف الثلاثي. نعم. لإنجاز هذه الورقة بالشكل المطلوب، نأمل من التحالف الثلاثي أنه يكفي تعطيل وأن تكون لديه الصورة واضحة. اليوم العدد كان أقل من النصف، ليس الجلسة لم التحق بها بعض الأعضاء بعدما تم رفع فقرة انتخاب رئيس الجمهورية، وبالتالي هناك أكثر من نصف أعضاء مجلس النواب أو أكثر يتجهون باتجاه الحكومة التوافقية ومقتنعين تماما بأن العملية لن تسير بشكل صحيح ما لم يكون هناك حكومة توافقية. وهذا يكفي للأخوة في التحالف الثلاثي وقادة التحالف الثلاثي وإلى الجميع بأنه نذهب إلى طاولة مستديرة للتفاوض وإنهاء هذه الأزمة السياسية باتجاه تشكيل الحكومة. طيب سيادة النائب، السيد مقتدى الصدر أعلن اليوم عن عدم اللجوء إلى التوافقية مع القوى المقاطعة، هل يعني ذلك إغلاق المحادثات أو المباحثات التي تدور مع التيار الصدري، أم برأيك هناك رؤية أخرى للموضوع؟ يعني السيد الصدر إذا كان بالفعل هدفه الاتجاه باتجاه تشكيل حكومة تخدم الشعب، فأعتقد هو ابن الصدر. وإذا يعني أعتقد إذا كانت هناك فعلا الورقة فيها يعني ما يضمن بأنه فعلا المرحلة متجهة، أو هذه الورقة فيها الكثير من الأمور التي تصب في مصلحة الشعب ومصلحة الوطن، أعتقد لن يحتفظ عليها وسيكون أول المبادرين إن شاء الله بالموافقة عليها والذهاب إلى حكومة توافقية. وحتى يعني هناك بوادر من الأخوة في التحالف الثلاثي، سواء من الأخوة السنة أو الكرد، وحتى المتحالفين معهم من الكتل الصغيرة الأخرى، هناك بوادر لحلحلة الأزمة وإنهاء هذا الانسداد السياسي، لأنه ستبقى الكفة بهذا الاتجاه. نعم. ونحن جميعا حقيقة نتألم عندما نتحدث بقضية أو مفردة الانسداد السياسي أو عدم عقد جلسة أو عدم وجود تفاهمات أو اتفاقات
كسر هذا الجمود أو كسر الانسداد السياسي، لأنه إلى متى نبقى؟ إلى متى نبقى أنه هناك ثلث ضامن وهناك أو كتلتين، كل كتلة تتجه باتجاه نحن لا لا نبحث عن مناصب ولا نبحث عن يعني الكعكة وتقسيم الكعكة. نريد 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 أنه أن نكون جزء من هذه الحكومة التي أو جزء من حكومة المكون الشيعي التي هي رئاسة الوزراء، وأن نكون لنا رأي ورأي في اختيار رئيس الوزراء للمرحلة القادمة، وما يكون لنا من وزارات لا نحترض عليها أطلاقا، بقدر ما أنه أن نكون من ضمن الكتلة الأكثر عددا التي ستنتخب أو سترشح رئيس الوزراء للمرحلة القادمة. طيب سيادة النائب، الحديث عن التوافقات والمباحثات والمبادرات، في حال عجزتم عن التوصل أو التواصل مع التيار الصدري، طيب سيادة النائب، هل سيكون الديمقراطي الكردستاني وجهتكم الثانية؟ يعني نحن لن نترك الكتلة الصدرية أو التيار الصدري في تشكيل أي حكومة. طيب. نريد يعني أن ندخل كمكون شيعي وباستحقاق المكون الشيعي جميعا متفقين في اختيار من يمثل المكون الشيعي في رئاسة الوزراء. لا نريد أن نذهب بعيدا ولا نريد أنه نترك الكتلة الصدرية دون أن تكون لها مشاركة حقيقية وكتلة كبيرة ولها وجودها في الشارع. لا يمكن إقصاء، لا نريد سياسة الإقصاء إطلاقا، إلا إذا ما اقتنعت الكتلة الصدرية وأعلنت أنها ستتجه باتجاه المعارضة ربما يكون هناك خيار آخر، لأنه لا يمكن يعني إيقاف العملية السياسية وبالتالي عدم تشكيل الحكومة. نعم النائب عن دولة القانون للسيد فيصل النائلي، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا لكم ولكاد القناة. استبعد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهوت حل مجلس النواب أو إعلان حالة الطوارئ من قبل التحالف الثلاثي، وقال الصيهوت إن التيار الصدري ليس أمامه سوى التفاهمات مع الإطار التنسيقي لتشكيل الكتلة النيابية الشيعية لتسمية رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن إعلان حالة الطوارئ تكون بموافقة أغلبية ثلثي عدد حضور أعضاء مجلس النواب، وهو النصاب الذي لا يمكن للتحالف الثلاثي تحقيقه. أكد رئيس كتلة النهج الوطني أحمد الربيعي أنه لا منص أمام التيار الصدري إلا أن يتفق مع الإطار التنسيقي لتشكيل حكومة شراكة وطنية يشترك بها الجميع. وقال الربيعي أن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لم تتم إلا بمشاركة الإطار ومن معه باعتباره الكتلة التي تمتلك الثلث المعطل، مبينا أن السبيل الوحيد للخروج من دائرة الصراع هو تشكيل حكومة شراكة وطنية. أعد النائب أحمد الجبوري التلويح بحل البرلمان بأنه لن يحل الأزمة الحالية. الجبوري في تغريدة أوضح أن التلويح لن يحل الأزمة وفي ظل قانون الانتخابات المناطقية الذي جاء به التحالف الثلاثي فسيكون البرلمان القادم مثل الحالي مع احتمال تناقص مقاعد التحالف الثلاثي، مؤكدا أنه سيوقع مع هذا التحالف على حل السلطة التشريعية إن كانوا جادين وفق تعبيره. بعد الإخفاق الثاني لمجلس النواب في عقد جلسة مخصصة لانتخاب الرئيس للجمهورية، تروج قوى سياسية لخيار حل مجلس النواب وإعلان حالة الطوارئ أمر يراه نواب إنه الخيار الذي لا يمكن تحقيقه وسط الحاجة إلى موافقة ثلثي حضور أعضاء مجلس النواب. التفاصيل في هذا التقرير. رغم المحاولات المبذولة باتجاه حل مجلس النواب من قبل بعض القوى السياسية
والتي تعلق ذلك على شماعة الانسداد السياسي وفشل القوى السياسية في التوصل إلى حل ينهي كل الجدل الدائري والانقسام الحاد الذي تعاني منه مشاورات ومفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة. فبعد الإخفاق في عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية للمرة الثانية، تلوح تلك القوى ومنها التيار الصدري الذهاب إلى حل البرلمان وإعلان حالة الطوارئ. وبحسب هذا المنطق، فإن التحالف الثلاثي الذي ينوي الدخول لهذا المعترك الجديد لفرض مزيد من الضغط على قوى الثلث المعطل والإطار التنسيقي الذي هو جزء أساسي منه للقبول بحكومة الأغلبية الوطنية وبمشروع التحالف الثلاثي. فيرى الكثير من النواب أن اختيار هذا المسار هو ليس بذاك الأمر اليسير، فإن إعلان حالة الطوارئ تحتاج لموافقة أغلبية ثلثي عدد حضور أعضاء مجلس النواب، وهو من الأمور المستصعب حصولها. وتلك المعطيات تشير وتوضح أن اختيار الذهاب لانتخابات مبكرة قد تنقلب على المطبلين لهذا القرار، فقانون الانتخابات الجديد سينتج برلمان مثل الحالي من دون أي اختلاف، مع فرض احتمالية تضاؤل وتناقص عدد مقاعد التحالف الثلاثي. وفي ظل هذا الوضع، ترى أغلب القوى السياسية أن لا مناص من الاتفاق بين التيار الصدري مع الإطار التنسيقي لتشكيل الكتلة الشيعية الأكثر عدداً، ومن ثم الذهاب باتجاه تشكيل حكومة جديدة يرتضيها المواطن العراقي. وفي الشأن النيابي، عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية بعد المقاطعة الواسعة لجلسة اختيار الرئيس. وذكرت الدائرة الإعلامية للمجلس أن البرلمان صوت على مهام لجنه البرلمانية فضلا عن التصويت على بعض التعديلات في نظامه الداخلي، مضيفة أن المجلس صوت أيضا على أسماء أعضاء اللجنة القانونية ولجنة العلاقات الخارجية، مؤكدة التصويت أيضا على إضافة النواب محمد نوري وسجاد جاسم أحسين وإخلاص الدليمي ومحاسن حمدون وهيثم زهوان وآلاء الإبراهيمي إلى أعضاء لجنة المالية. نيابيا، أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب استضافة اللجنة المالية وزير الزراعة لمناقشة قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي. وذكرت الدائرة في بيان أن اللجنة المالية برئاسة حسن الكعبي استضافت وزير الزراعة والكادر المتقدم بشأن قانون الدعم الطارئ والأمن الغذائي واستحقات الفلاحين هذا، وناقشت اللجنة المالية خلال الأسبوع الجاري قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، واستضافت بهذا الشأن وزيري المالية والتجارة. أمنيا، كشف الإعلام الأمني نتائج اليوم الأول من عملية الإرادة الصلبة. وذكرت الخلية في بيان إنها عثرت على عجلتين مفخختين ومنزلين مفخخين وثمان عبوات ناسفة، فضلا عن العثور على وكرين للإرهابيين و12 كيلوغراما من المواد المتفجرة وعدد من الأسلحة، مؤكدة أن العملية لا تزال مستمرة لحين تحقيق أهدافها المرسومة. إلى ذلك، أعلنت خلية الإعلام الأمني العثور على عجلة تحتوي مواد متفجرة في صلاح الدين خلال الصفحة الثانية من عملية الإرادة الصلبة للقضاء على العناصر الإرهابية. وذكر بيان للخلية إن العملية جاءت وفق معلومات استخبارية لافتة إلى أن العناصر الإرهابية بحسب هذه المعلومات كانت تنوي استخدام هذه المواد المضبوطة في عملياتها الإرهابية. هذا وأكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول تدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية بضربة لطيران الجيش في محافظة صلاح الدين. وذكر اللواء رسول في تغريدة على تويتر أن طيران الجيش تمكن من تدمير مضافة لعصابات داعش الإرهابية خلال تنفيذ واجب استطلاع مسلح وبحث وتفتيش ضمن قاطع قيادة عمليات
صلاح الدين. تستمر الجهود الأمنية باتجاه إنهاء التحصينات الكاملة للجدار الكونكريتية على الحدود السورية العراقية ونشر أبراج المراقبة ذات الكاميرات الحرارية بهدف منع حالات التسلل التي تنفذها العناصر الإرهابية بين جانبين. حيدر سيف والتفاصيل. الشريط الحدودي الغربي للعراق مع سوريا يقترب من انتهاء أعمال التحصين الكاملة فيه بجهود أبطال قيادة قوات حرس الحدود. جدار من الكونكريت المسلح مع نشر أبراج المراقبة والكاميرات الحرارية لتأمين الحدود العراقية السورية ومنع حالات التسلل للمجامع الإرهابية أو عمليات التهريب والمتاجرة بالمخدرات. وتعد الحدود الأهم للبلاد سيما إنها كانت معبرا في سنوات ماضية للمجامع الإرهابية الداعشية. هذه تقطع دابر التهريب والإرهاب تماما، قللنا بأعداد الأفراد، الأبراج راح تجي تشوية ويا الصبات بعد ما تصير لا خلفها ولا أمامها، ويا الطريق الخدمي تنطي نتائج إيجابية. المرحلة الأولى تقريبا أو شكنا أن نكملها فترة قياسية. طبعا الشركة أنجزت إنجاز كبير من الشركات العملاقة اللي جاي تشتغل معانا، تشتغل معاملها 2-3 على الحدود تماما، يم قيادة الفرقة والمقر الجوال مالتنا في منطقة أم جريس. العمل جاري بوتيرة، يعني من 6 أشهر راح يختصر إلى تقريبا 2-2.5 شهر. نتأمل المرحلة الثانية اللي هي 50 كيلومتر بأخطر منطقة من أم جريس باتجاه تل الصفوف. عمليات التحصين ستشمل أيضا مخافر ودوريات ثابتة ومتنقلة مجهزة بالأسلحة والمعدات المتطورة كالنواظر الليلية وأجهزة الرصد والكشف المبكر عن محاولات التسلل، كما وتسهم عمليات التحصين من خلال الخنادق والأسلاك الشائكة والسواتر الترابية في حماية الأمن الوطني وتسهيل المهام الأمنية أمام قوات حرس الحدود. اليوم احنا في سلسلة جبل سنجار، وهذه المنطقة هي من أعقد المناطق بحكم تضاريسها، بحكم الأودية اللي موجودة بها، وهذه المنطقة كانت ممر للتهريب والتسلل. اليوم بفضل هذا الجدار الكونكريتي اللي هو أصبح جزء مكمل لمنظومة موانع من فاخي وبي آر سي وكاميرات حرارية، هذا الجدار مثالي ومعمول به في دول جوار كثيرة، وسيحقق نتائج كبيرة في الحد أو إنهاء هذا الملف، ملف التهريب والتسلل بكافة أنواعه. نعم، نحن الشركة المنفذة لانسياج الصبات الكونكريتية، نعمل بوتيرة عالية، الإنتاج اليومي 300 قطعة باليوم، عندنا 11 كرين، 13 سيارة ناقلة للصبات، معامل كونكريت 2 على نقطة الصفر في منطقة مجريس المنطقة السورية العراقية. عمليات تأمين الحدود وتحصينها ستشمل جميع الحدود العراقية، حيث سيكون هناك تحصينات مماثلة على الحدود العراقية مع دول الجوار الأخرى لزيادة مستوى الأمن في البلاد وحفظ الحدود من محاولات التسلل وتهريب المواد الممنوعة. وعلى الرغم من إضافة منظومة دفاعية جديدة من الكتل الكونكريتية من قبل قيادة قوات الحدود، لكنها تسعى جاهدة لغلق الحدود نهائيا مع دول الجوار وإيقاف التسلل إن وجد. من الشريط الحدودي العراقي السوري من قضاء سنجار، حيدر نصيف، قناة الرابعة. أهلا بكم من جديد دوليا وإلى تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية خفض عملياتها القتالية على محوري كييف وتشيرنيف في شمال أوكرانيا، وذلك لتهيئة ظروف مواتية لمواصلة المفاوضات السلمية. نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين في ختام جولة المفاوضات الأخيرة التي أقيمت في إسطنبول أشار إلى أن هذا القرار يهدف إلى تعزيز الثقة المتبادلة وتحقيق الهدف النهائي المتمثل في الاتفاق وتوقيع الاتفاقيات.
هذا ووصف رئيس الوفد الروسي المفاوض فلاديمير ميدينسكي المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول بالبناءة. وقال ميدينسكي أن الوفد الروسي تلقى من الجانب الأوكراني خلال المفاوضات مقترحات بشأن المواقف الأوكرانية من التسوية لإدراجها في الاتفاق بين الجانبين، مشيرا إلى إمكانية عقد لقاء مباشر بين بوتين ونظيره زيلينسكي بالتزامن مع التوقيع على اتفاقية السلام بين البلدين بمشاركة الدول الضامنة. الشكل المقترح للقاء كان في البداية كالتالي: ستعد الاتفاقية ومن ثم تتم الموافقة عليها من قبل الوفدين، ثم يصدق عليها وزير الخارجية، ومن ثم تبحث إمكانية عقد لقاء بين الرئيسين للتصديق على الاتفاقية. وهذه مسألة ليست بالسهلة، خاصة أن اللقاء يمكن أن يكون متعدد الأطراف بمشاركة الدول الضامنة للسلام والأمن في أوكرانيا. في الطرف المقابل، قدمت أوكرانيا مقترحات لإنهاء الاجتياح الروسي لأراضيها، منها تبني وضع محايد مقابل ضمانات دولية لحمايتها من التعرض لهجوم. وقال المفاوضون الأوكران أن المقترحات ستشمل أيضا مشاورات مدتها 15 عاما بشأن وضع شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا، ويمكن أن تدخل حيز التنفيذ فقط في حالة وقف إطلاق النار الكاملة، مشددين على وجود اتفاق على المستوى الدبلوماسي وأن يكون ملزما للجميع. في السياق ذاته، أعلن الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون آخر مستجدات الأزمة الأوكرانية في ضوء جولة الأخيرة من المفاوضات بين موسكو وكييف في إسطنبول. بيان للكرملين أكد أن بوتين اطلع ماكرون على سير تقديم المساعدات الإنسانية وإجلاء المدنيين بما في ذلك في مدينة ماريوبول، مضيفا أن البيان أن الطرفين أكدا على تسوية الوضع الإنساني الصعب في المدينة، فضلا عن توقف المتطرفين الأوكرانيين عن المقاومة وإلقاء أسلحتهم على حد وصفه. هذا وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده ستكون مستعدة لدعم الاتفاقات المحتملة بين موسكو وكييف فيما يتعلق بضمان أمن أوكرانيا. وقال بلينكن في مؤتمر صحفي بالعاصمة المغربية الرباط أن الولايات المتحدة ستترك أوكرانيا للحكم على إذا ما كان هناك تقدم حقيقي في المفاوضات مع روسيا، وما إذا كانت موسكو تتصرف بحسن نية، مضيفا أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لدعم الاتفاقات المحتملة بين موسكو وكييف في حال أقرها الجانبان. ختام النشرة تذكر بأبرز ما جاء فيها. الإطار التنسيقي يستخدم عصاه السحرية لعرقلة جلسة اختيار الرئيس ويطرح مبادرة لإنهاء الانسداد السياسي، والصدر يرد لن نعود للتوافقية. مع اقتراب التوقيت الدستورية من خط النهاية، حل البرلمان خيار يعود للواجهة، ودولة القانون ينفي إمكانية اللجوء إليه. القوات الأمنية تعزز من الإجراءات الأمنية على الحدود السورية العراقية وتستكمل إنشاء جدار الكونكريتية. وأخيرا، بالتزامن مع تطور مباحثات موسكو وكييف، الدفاع الروسي تخفض عملياتها العسكرية في أوكرانيا، وواشنطن تعلن دعمها للمباحثات.
مشاهدينا الكرام، للمزيد من الأخبار وإبداء الآراء والملحوظات حول نشرتنا يمكنكم متابعتنا على موقع القناة الرابعة دوت تي في وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، يوتيوب، انستغرام، تيليجرام، تويتر، سناب شات، وتيك توك. إلى اللقاء.